السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ستارز أماني. اليوم غادي نقدم لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. فوصفتنا اليوم سلاد اللي هي طبيعية ومغذية وسهلة التقديم. ولا عجبكم هاد السلاد وهاد الفيديو تضغطوا على زر لايك وسبسكرايب وتبارتاجيو وتكومنتيو. ويلا هم معايا بس نطيبوا للسلاد. فدابا هندوزو للمخازن. هنحتاجو خيار وخس وتفاح وليمون مقطعين على هذا الشكل، وهنحتاجو شوية القرفة وشوية الزبيب، واللي عنده اللوز ولا قرقع يقدر يضيفهم على هاد السلطة، وعندنا شوية مصر. ودابا هندوزو لطريقة التحضير. هنبدأ أول حاجة بالخيار، السلطة تجي طبيعية ولذيذة بزاف. وندير التفاح وندير ليمون. دابا هندير مزيان. فكيف ما تشوفوا هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها بعد ما خلطت السلطه ديالتي، تجي لذيذه بزاف. فدابا بقوا معايا باش نصيبوا السلطه. فدابا هندوزو للسلطة التانية. دابا هندوزو للمقادير. هنحتاجو خس وفرماج روج وافوكا ومطيشة وتفاح مقطع، وهنحتاجو دجاج مفرتت، وهنحتاجو لاموطارد. لاموطارد هنديرو فيها شوية الحامض وشوية زيت العود ونخيطة الخل، وهنحتاجو دي مايز والزبيب وقرقاع ولوز. ودابا معاكم طريقة التحضير. نبداو على بعض الشلة. هندير الخس وندير فرماج وندير افوكا مطيشة وندير تفاح ودابا ندير دجاج واللوز والقرقاع والزبيب. فكيف ما تشوفوا بعد ما وجدت السلطات ديالي، هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها.
ولا سلطه ديال افوكا زينت بشويه الكروفيت فلا عجبوكم هاد السلطات ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو وكومونتي باي باي نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.